إذن سعرت جماهير نادي تشرين السوري ألحان وكلمات أغنية الخضرة الوطنية الخاصة بجمهور الرجاء وحولتها إلى أغنية لتشجيع نادها بكلمات مستوحاة من اللهجة والثقافة السورية كما سنتابع. يبدو أن الكابو ديال فريق تشرين السوري كبير وتربى في درب السلطان وحافظ الأهزيج والأناشيد ديال جمهور المكان. والماليزيين ماذا ستقول عنهم؟ نعم. وعدد من الأندية الآسيوية، جماهير فنربخشة على ما أعتقد. أنا قلت أدب الألتراس في الألتراس في المغرب سواء ودادية، رجاوية، عسكرية، طنجاوية يدرس إن صح التعبير. تشرين نادي عريق في سوريا، يحتل المركز السادس في الدوري السوري، ليس ببعيد انتصر على حطين من خلال اللوحات الفنية التي تشاهدها، فاقتبس من أغنية الخضرة الوطنية لنادي وجماهير نادي الرجاء ولحنها، ولكن قام بزيادة كلمات من الثقافة السورية واللهجة السورية، فهذا دليل على أن الجماهير المغربية هي المبتدأ ومن حاول مجاراتها الخضر.